بسم الله بسم الله. هلا انا رح اشلح هيدي قدامكم. هلا انا رح شيل الحجاب. بسم الله. وهيك شو رايكم؟ تمام. بتمنى اكون رضيتكم عندي حبيبه قلبي. ممكن تكوني انت سبب بانه انا البس الحجاب. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم هلا حتنتبهوا انه نحن بعدنا بنفس الثياب انا ومرت عمي بالفيديو يلي نزلته عن الكوسه والباذنجان المحشي. فلانه هذا الفيديو تصور بنفس النهار، نحن هلا تركين الباذنجان والكوسه عم يستووا وقعدنا انا ومرت عمي، كنا عم نحكي عن انه الكومنتات اللي عم تجي اخر فتره في كومنت كثير عم يتردد، كذا صبية عم يطلبوا مني يا ليلى اعملي معروف نزلي لنا طريقة لبسك للحجاب، انت كيف بتلبسي حجابك وحجابك كيف شكله؟ فحسيت هالكومنت كثير عم يتكرر بكذا فيديو وإله وقت صراحة، إله زمان. طالما نحن صرنا عيلة وحدة ونحن يعني أنا بفتخر فيكم وما فيني أرفضكم، أرفض لكم ولا طلب، حسيت إنه في إصرار على هالطلب قررت إني أنزل لكم هذا الفيديو. أنا جايبة معي حجابي من البيت، أنا هلا ببيت مرت عمي طبعاً، جايبة معي حجابي من البيت تفرجيكم شكل حجابي أنا كيف بيجي. مثلث. بيجي مثلث يا مرت عمي مزبوط. شايفين كيف شكله؟ رح بعد أنا شوي لورا تيبين عليكم. شايفين كيف شكله؟ ليلى على فكرة مثل الإشار بالعادي يا عمو. صح. مثل قصة الإشاربات تيجي بالأول هيك. صحيح. عرفتي؟ صح. مثلثة. على شكل مثلث. صحيح. يعني منه معقد أبداً. وشغلة ثانية بيجي مفتوح من هون، هلا انا رح فرجيكم اياه بشكل اوضح، ما تعتلوا هام، كله رح اوضح لكم اياه. بيجي مفتوح من هون وبيجي مخيط من ميل مفتوح من ميل. من هون لهون. ايوه يعني ليكو مفتوح من هون ومخيط من هون لهون، يعني هيدا منه مخيط، هيدا منه مخيط، من هون بنلبسه براسنا. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. هلا انا حقلبسه قدامكم حيكون كل شيء واضح. فبس مخيط من هون من هون لهون وشكله كثير عادي ومقصوص على شكل مثلث. في صبية كتبوا لي يا ليلى، يعني انا اللي خلاني انزل هذا الفيديو هي جمله وحده انكتبت بالكومنتات. صدقا في وحده قالت لي يا ليلى انا ممكن تكوني انت سبب بانه انا البس الحجاب، فعبالي البس مثلك. طب شو الحقها صواب من وراكي. صح. ليلى عمي حبيبتي انا قريت كمان وحزني على فكره عم يشددوا على الالوان، ليش بتحبي لون الاسود؟ بيجي منه غير لون؟ بيجي كل الالوان، هو قماش بالنهايه يعني في كل الالوان. قماش قطن يا ليلى هذا ولا موسلين؟ مرت عمي هذا قماش وفي قطن، قطن ليلى. جورجيت حريت جورجيت. يعني انتم بتنقوا القماش بالنسبه للقماش منيح مرت عمي ذكرتني نوعيه القماش. القماش اللي زادت حالها مش اللي بتجعلك، مش اللي اذا زتيته مثلا اذا شلحته الحجاب وحطيتوه على جنب رهله زادت حالها هدله، في ناس بسموها هدله. هلا انا رح اشلح هيدي قدامكم ما تفزعوا انا لابسه تحته. ليلى اعملي معروف اذا بتريدي بعد امرك عمو حبيبتي هذا عمو ليكي لحتى يزيد معلومه اكثر. شوفي هيدي مد ايديك مد ايديك قد ذراع الايد مد ايديك حطي على كتف ليكي شفتي لوين دير زينه لعند كف الايد هيكي هيكي هي كلها مفتوحه. صح صح صح. الميل الثاني قدامها بغزه الميل الثاني شايفين هيكي لكف الايد مفتوحه لعند كف الايد مفتوحه شايفين ليلى من هون مخيط عند ذراع الايد ابدا شفتي عند ذراع. صح. الكف هون مفتوح من هونيك مفتوح قد ايه مفتوح؟ مفتوح امسكي مرت عمي هيك اعملي معروف بتكوني شبر ايدك ولا لعند الكوع؟ شبر. لعند الكوع ليلى حبيبتي. ايوه اها للكوع لكف الايد. والله مرت عمي فسرت مظبوط. شايفين قد ايه مفتوح؟ ايه لكن من الكوع لهون مفتوح. احمد الحف يا مرت عمي تمام. شايفين الحف لوين وصل؟ شفتي ما احلاه من الكوع للكف من هون مفتوح. ايه. من هون بتفوتي راسك انت ليلى؟ ايه هلا فرجيكي. تمام تمام. يعني مثل ما شفتوا هو من عند الكتف لا صح لعند صبيع ايدي مدروز شو... مدروز هو مخيط مدروز. صح. صح. من عند الكوع لهون لهون مفتوح. مفتوح صح. وطبعا اللي من تحت مفتوح مفتوح. حفرجيكم هلا كيف. هلا هذا الحجاب اللي انا لابسته
انا لبسي تحته القمطه، نحن بنسميها القمطه. ليلى بس على فكره عمو انا بحبه ما بيزحط عليكي. ايه ما بيزحط. بحسك بضل ثابت على راسك. صحيح. ما يبين شعر ولا بيزحط ولا بيوقع. بضل ثابت. خي ما احلى. والناس اللي عم تكتب لي ليلى انت ليش على طول بتلبسي اللون الاسود؟ ما بعرف بحس بيلبق لكل شيء. يعني في عندي انا كل الالوان، في عندي البيج، الزيتي، البوردو، الخمري، على درجات الالوان كلها ولابسها بكثير فيديوهات، بس بحس الاسود يعني خلص كثير بيلبق. بعدين عادي حلوه ليلى. صح. عادي حلوه. هلا هذا الحجاب شايفين كيف؟ ايه؟ انا ماني حاطط له لا دبوس ولا اي شيء. رح شيله. مفوتته من هون لحد ما طلع معنا من الكوع لهون. صح. هيدي من الكوع لهون. الوش يلي من الكوع لهون. صح. صح. هلا انا رح شيل الحجاب. بسم الله. لابسه تحته القمطه ما تخافوا ابدا. طيب ما تخافوا. لابسه هيدا اللي بيسموه الحجاب قطعتين. القطعتين. صحيح. هلا اجمالا انا هيدي القطعه انا ما بلبسها تحت هيدا الحجاب الاساسي، هيدا ما بلبسه لانه بيكون كثير شوب وبيشوبني، فبلبس بس هيدي. هيدي اللي بتيجي هيك. صحيح. بتيجي بس هيك قطعه صغيره، يعني هي لبستها مرت عمي هي مثل هي، مثل هي الثانيه. في عندي منها بجيب لك واحد لا مرت عمي خلص واضحه يعني كثار بيعرفوها. ايه. نيجي للحجاب. هذا الحجاب انا قلبته على القفا، شايفين الدرزه؟ الدرزه ليكو كيف؟ هو هيك خياطه، انا قلبته على القفا. من القفا محل المفتوح بحطه براسي. شايفين؟ ضيق على راسي. ايه محل ضيق. محل الخياط بيجي هون على الدقن. درزة نعم. هيك. اوكي. شايفين كيف؟ لبسته انا هيك. هو هيك، بيجي انا بدور على كعبه، هذا كعبه. بفتحه هذا هو. يا خي والله هي كثير هاي. كثير سهل. خي بس بدهم خياط يعرفي عنه ليلى. ما بده حتى يعني هي يعني اسوأ خياط رح يطلع لكم اياه مضبوط، لأنه ما بده شيء أبدا. صح. مثل ما فسرنا لكم اياه هو هيك. شو رايكم؟ تمام. بتمنى اكون رضيتكم عن حبيبه قلبي. كثير حلو. كثير حلو. عيونك الحلوين مرت عمي. الله يعطيك العافيه حبيبه قلبي. بتمنى اكون لبيت طلبكم وفسرت لكم مضبوط، يعني صدقا ما بتتخيلوا قديش انا من اول ما فتحت الشانل وفي ناس بتكتب لي يا ليلى حجابك كيف؟ بتلبسي كيف؟ جايبتي من وين؟ حجابي بتخيطوه عند اي خياط، ما في اي حتى على الظهر ليلى حبيبتي، ليكي على الظهر طوله كثير حلو على الظهر طوله، ليكي لنص الظهر واصل. صح. ابدا خي ما احلى. عيونك الحلوين. فهذا هو الحجاب، بتمنى يكون وصلت لكم المعلومه يلي انتم حابين تاخذوها، وان شاء الله يكون كله واضح، واذا في اي سؤال اكتبوا لي تحت بالكومنتات، رح اعمل جهد اجاوب على اكبر عدد من الاسئله. صحيح. شكرا عليك. وبحبكم كثير وملتقانا بفيديو جاي ان شاء الله. ان شاء الله. باي. ان شاء الله. انا هلا وصلت على البيت، انا وعلى الطريق خطرت لي فكره انه ليه ما فرجيكم كل الحجابات يلي انا عندي اياها وكل الالوان يلي متوفره عندي. انا حاطه كل حجاباتي بهول الدرجان، حطتهم هون بالدرجة التحتاني، وحطها هون كمان. اسم الله هني كتار. شايفين؟ في كتير ألوان متوفرة عندي. رح طلع هيدا القسم تفرجيكم إياه مزبوط. طلعوا لبرا. نطلع هول كمان، شوفوا ألوانهم. وهولي كمان. أنا حاليا عندي هول الألوان، درجات الرمادي ودرجات الزيتي ودرجات البوردو أو الخمري. في هون اللون الكحلي والتركواز وهذا البنفسجي، هذا اللون انا كتير بحبه، هذا اللون البني الفاتح كتير بحبه وكتير بيلبق لي صراحة. واكتر شي بيلبق لي هو اللون الاسود، عندي منه ثلاثة، عندي منه هون اثنان وهون واحد، بس القماشات بتختلف، يعني هول الاثنين قماشاتهم شي وهذا قماشته شي تاني. رح افتح قدامكم واحد. لا افتح لكم هذا اللون كمان، هذا اللون كتير حلو. ان شاء الله تكون الكاميرا عطيته حقه للون، الوان كتير حلوة. هيك بيجي شكله فردته على التخت. رح افرد كمان واحد تاني. شو رأيكم نفرد هذا اللون؟
هيتو فردتو على التخت، شايفين كيف برجع بفسر لكم؟ جاي لهون مفتوح، جاي الخياط من هون لهون، وجاي من هون مفتوح للآخر. سهل كتير، يعني أي حدا بيقدر يخيط مثله ويعمل مثله. تتكون واضحة أكتر رح شبر لكم إياه بالشبر. واحد اثنين ثلاثة وأصبع، ثلاثة شبار وأصبع مخيط، ومن هون من هون منقول الشبر أربع أصابع مسكرين والإبهام مفتوح، شبر وهيك هدول مفتوحين. ومن هون بدكن يعني شبروا كمان من هون لهونيك، بيطلع شبر اثنين ثلاثة أربعة، أربعة شبار، يعني أربعة شبار هونيك، ثلاثة شبار هون، شبر وأربع أصابع مسكرين والإبهام مفتوح من هون. بيكون عندكن حجاب يلي أنتوا دايما بتسألوني عنه. في كمان عندي الالوان الفاتحه، عندي هون هذا اللون الزهري كتير حلو. بس اهم شيء بدي اقلكن اياه انه تنتبهوا للقماش، لانه في قماشات بتجي بتجعلك بسرعه فرح يضيق خلقكن منه، وفي قماشات بتجي هادله وزيتي حالها وكيف ما تزتوها ما بتجعلك، مثل هيدي القماشه. انا عندي هيدي القماشه منها منيحه ابدا، هي القماشه بحسها دغري بتجعلك، لافردها قدامكن يعني بحسها هيك قماشتها واقفة ومنها هادلة، إنما هيدي تأفردها لهي قدامكن، هيدي قماشة زادتي حالها، يعني بتحسوها مثل الحرير، مثل القماشات تكون هيك هادلة هدل. فكمان نوعية القماشة كتير بيأثر على المنظر. لكن حبيب قلبي يعني بتمنى بتمنى من كل قلبي قد ما فيني كون وضحت لكم، والناس اللي من أول ما فتحت القناة عم يطلبوا مني صورة أو فيديو عن شرح أنا طريقة حجابي كيف، بتمنى من كل قلبي وأخيرا كون لبيت طلبكن. وخلاص ما بقى أطول عليكن أكتر من هيك، نلتقى بفيديو جاي بإذن الله. بحبكن كتير وباي.